قلت لي بقى اللي بيكسل عن الشغل ده تقرصي له ودنه وتقولي له ايه؟ يبقى عبيط. ليه بقى؟ عشان عبيط لازم يشتغل ويتعب بقرشه ويجيب اللي نفسه فيه. طب واللي يقول لك ما انا تعبت؟ تعبت؟ لا اتعب. تتعب من ايه؟ اتعب. امال مين ياكلك؟ امال مين يصرف عليك؟ امال مين يصرف على عيالك وعلى بيتك؟ لازم طيب يكافح. لو واحد مثلا ربنا كرمه واشتغل وعمل فلوس ومثلا بقى عنده 50 55 قولي 60 سنه ويقول خلاص بقى كفايه عليا لو كده، هو من الاول صامت، لو هو من اوضه مليانه ذهب لازم يشتغل. لازم يشتغل. لو هو بقى جدع وكافح لازم يقعد. لو الاوضه مليانه ذهب لازم يشتغل، يشتغل بقرشه وبعرقه. هو الشغل يخلي الواحد كده صحته احسن، يخلي صحته احسن ويبقى صحته بوم ونفسيته احسن، ونفسيته تبقى احسن. بقى اخرج بشوف الناس، بشوف الناس الحلوين، بتكلم يعني. امال ايه؟ الشغل حلو طبعا. الشغل جميل، الشغل يعيش. طيب قولي لي نفسك في ايه؟ انا نفسي للنبي اشوفه بس. عمره؟ عمره او اللي يكون، ولا حج؟ اللي يكون. لا نختار. لا والله لا لا هنختار. والله ما لا الى حج. لا اللي نفسي اللي في ربنا، لكن نفسي في حاجه تانية. لا ما نفسيش في اي شيء تاني خالص 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 خالص. اللي هو كان السيسي بس ما اشوفه فين. مين عارف؟ مين عارف؟ مش كده؟ مين عارف؟ هي كانت نفسها تشوفه، نفسها جدا، بتحبه جدا. ما عندكش فكره ليه تحبي، ليه تحبي الرئيس؟ لا بحبه قوي. ليه؟ ما عندكش فكره. ده انا بورسعيد نزغرط وما نمناش. انا ما نمتش يوم ما نجح. يوم ما نجح في الانتخاب. عارف يا اما يرشح ويقولوا انتخاب للرئيس، ابان علي ان اختم بالعشر دوري في الورقه، امضي في العونه. يعني رحت الانتخابات؟ بروح. امال ايه؟ كل انتخاب يعني بنروح الشغل وبنروح الانتخابات. بس الساعه 5 اكون روحت اروح على الانتخاب انتخب، عشان ايه ما اقولش ايه الصبح اسيب شغلي واروح انتخب. بيقعد للساعه 8 الانتخاب او 9 وساعات دي 9 او 10 الانتخاب. يعني بتروحي الشغل وخلصتي الشغل ورحتي على اللجنه عشان تنتخب؟ اروح اللجنه. يتهيألي انني عايزه امضله بالعشره مش بايد واحده. بتحبه جدا جدا. ما عندكش او ما يتكلم تقعد كده تسمع له؟ اقعد ابص له يعني. ما اقعدش يعني للتلفزيون الا لما اقعد. بس عايزه تقعد تسمع له، عايزه تشوفه. حولوا لي اشوفه يعني. ما حب حب رهيب. وجه لوجه كده اشوفه بس. اقول لهم هاتهولي اشوفه. الصور تبقى محطوطه عينه له الصور. محافظ عليه وهو لابس قوات مسلحه. ايوه. وما لبس ملكي. ايوه. يعني عينه الصور دي تطلع اعينهم. عين الصور كلها؟ كلها والله معايا في البيت عينهم. واقول بس اشوفه. اما اشوفه احبه وابقى مبسوطه قوي والله. وانا يا ماما مبسوطين وبتزغرط وفرحانه وبجري. والله هو ساعات يبقى حظنا حلو كده والرئيس بيبقى بيشوفنا. فا يا رب يا رب يكون بيشوفنا دلوقتي. يا ريت بس يشوفني. يا ريت اشوفه. يا ريت. ده انا نفسي نفسي. يا ربنا يبارك فيه يا رب. اللهم امين. ويعمل عنه الظالم بس. اللهم امين. اللهم امين.